السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعال قلنا حاجة من ربنا يا ابي، تعال بس خلنا نموت يا ابي، في واحد مقتول يا راجل. الصبح نشرب حشيش يطلع زي ما تسبتين يطلع. هتضرب ليه يا ابو؟ ده التكشن هيدي قدامها هاي عندك في الرمان. ما انا قلت لك الحته دي، انت هتضرب ليه انت يا ابو؟ ما ضربتكش انا. ما المين اللي ضرب في غيرك انت معاي يا ابو؟ يا ابو انا جايب الرمانات عندك رمان، يعني انت هتستغفرني ولا ايه يعني؟ يا ابو خد الرمان، خد يا عم. الله العظيم انت ماكش غير الضرب. قلت لك الحته دي فيها عفريت ولا مين؟ يا اخي ما تخوفنيش، ده يمكن انت النفسين اللي انت شربته. يا راجل ده انا اعصابي صابت خالص. يلا بينا من الحته الفقريه دي. كل رمان عشان تفوق، الحشيش اللي انت شربته خربان، شكله سطرنا. كل رمان انا العفريت هنا تموتني وتقول لي حشيش. الحشيش ان احنا شاربينه ضيع دماغنا انت. لا ده حكاية. لا ده احنا فين يا ابوي؟ ايه حكايتك النهار ده انت؟ يلا بينا من الحته دي، يلا بينا من الحته دي يا ابوي. استنى، الرمانه حلوه، رمانه حلوه يا ده، عفريتها تموتنا هنا. احنا نروح للشيخ عبد الله. فين الشيخ عبد الله؟ نروح للشيخ عبد الله. يلا بينا على الشيخ عبد الله، بيته هناك. يلا بينا يا عمي، يلا بينا، يلا بينا. براحتك، تعال من هنا بيطلعونا ثاني العفاريت. تعال تعال تعال. انا خايف منها. ارمع ارمع يا بس بعدنا عني. يلا ما نروح للشيخ عبد الله نحن. يلا بينا. يلا يا خالد عفاريت دلوك على الدم، دخلوا على البيت. ده جاي ورانا ولا يا ابني الفقري؟ يا فقري تعالوا يا ابوي. سيبنا يا فقري. الحق عم الشيخ يا اخي، يا ابن الكلبين الحق عم الشيخ. الشيخ عبد الله يا شيخ. انا زارك. ايه اللي جايبه معاك دي؟ عفريت ذريعه ما تطمنش. انزل من تحت، انزل من تحت، خلي معاك، انزل من تحت، انزل هو اللي نفسك. انزل 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 خلي معاك. خد خد خد. ايه اللي حصل؟ احنا كنا هنجني شويه جوافه من اسمها هي رمان. رمان فضل عنا عفريت زي كده وخدنا بالكفاف. وانت اللي ادك من هناك؟ مطين هو طين، اي طين شرب سجارة طين هو. رحنا اي لا داك هناك، كنا راح نتمشى واحنا طلع لنا دا على غفله وقعد يضرب فينا ومش عارف ايه زي. طب انت حاسس بحاجه يا عندي بابتي؟ ايوه جسمي كله اتلاش، مش متلم على نفسي ولا اعصابي انا. ده 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 ايه، تعال هنا. انت حاسس بحاجه؟ لا يا ابوي، انا ضربنيش هو اللي ضربه. تعال هنا، تعال تعال. اقعد فين يا شيخ؟ انا هنا كده من رجلك يا شيخ. انا ما فيش اعصاب. امسك ده في ايدك يا عم، ده انا كرهت السيل دايتر. العفريت ده انا جايبه فقر. هاتوا هاتوا بلاش الحته دي. هاتوا هاتوا، ما انت جايبه معاك، ما انت جايبه معاك يا واد اللي خلفوه. بس سيبه هنا، سيبه هنا، سيبه هنا، سيبه هنا. انت خايف تمسكه يا شيخ وليا؟ لا هات، سيبه 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 هنا. اهدي يا شيخ، تعال شوي لجاي. انا بروح فين تاني يا شيخ؟ تعال جاي. ما تتكلم انت، ما تقول لي هذا المطرح. انت لا ضربك، انت راح تشرب لي سجارة حشيش. ما لكم حشيش؟ والله ما شربنا حشيش، ده كنا نتمشى. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ابو محمد. متأكد؟ ايوه متأكد. اسمك ابو محمد؟ يا عم انت حتى الاسم في اعتراض يعني ولا ايه؟ اهدي اهدي. اهدي مالك؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مش فاكر اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مش فاكر. رقد اهدي. بس سيبه 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 سيبه. تعال ودك لما مالك بيه. كنا رايحين نجيب دقيقة في المحروم. عايز ايه منه؟ اهدي، عايز ايه منه انت؟ عايز ايه منه؟ انا مش عارف، هو عايز ماسك ليا كده فاي. سيب جاي. سبتك انا، سبتك. سيبه 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 خالص، سيبه خالص. عايز ايه منه انت؟ ايه اللي خلاك لبسته؟ انطق. مش عارف انا. اسمك ايه؟ مش عارف. وايه اللي جايبك هنا؟
اثبت اثبت نام اثبت. العصاية بس لعود مرمي. اسمك ايه؟ مش عارف. اسمك ايه؟ هو اللي عارف. ايه اللي جابك فيه؟ ايه اللي جابك؟ حرق ولده وهو بيشرب سيجاره الحشيش. وانت ليه جيت لامه؟ هو عيل بطيني. بطيني؟ بطيني وعاوز ياخد سيارة التفاح. ايوه بس ما جاش ناحيتك اصلا. ما جاش ناحيتك هو. وانا لازم انتقم منك النهارده. هو ما جاش ناحيتك اصلا. اثبت. ده هو بيشرب سيارة الحشيش وحرق ولدي. ما كانش قصده. اطلع منه طيب. لا مش طالع. مش اطلع. مش طالع. اطلع. مش طالع قلت لك. انا هعرف احضرك دلوقتي. اهدى شوي. كلمتني تولى اتكلم. ده هو ده خد ده هو ده يا ابوي مالك بيه بس اهدي اهدي اقعد هنا اقعد هنا انت ما لقيتش غير ده قوم يا ابني قوم قوم اهدي اهدي لكش دعوه بيه اهدي قوم مالك بيه هو ده هو ده اللي حرق هو ده لكش دعوه بيه تاني خلاص هو مش هيجي ناحيتك تاني لك حق هتاخده مننا هسيبه قلت لك هتاخد حقك اهدي اهدي هحرقك هحرقك مش هتقدر اهدي مش هتقدر اهدي انت ما لقيتش غير دلتا عبده كل ما يجيني في واحد دي اهدي انا بقول لك اهدي حرق ولدي طب اهدي حرق ولدي حقك هتاخده مش هسيبه وانت مالك وماله مش هسيبه مالكش دعوه بيه مش هسيبه انا بقول لك اهدي 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 اهدي